عن واجبات المسلم متعددة ومتنوعة، وبحسب كل واحد وما كتب الله له من جبهات ومن مسؤوليات ومن أعباء وما كلف به من أمانات. فإذا هي دائما جميع الحالات واجبات متعددة متنوعة، ولكن يعني احنا ربما ان شاء الله في هذه الكلمة وفي حوارنا نلامس بصفة خاصة بعض مقتضيات الظرفية التي نحن فيها، ولكن قبل ذلك المهم والمهم في ذلك قبله والمهم فيه هو أننا ندرك ونعي بأننا أيا كانت واجباتنا متغيرة أو ثابتة أو ثقيلة أو كثيفة أو كيفما كان الحال، نحن نعيش فترة اختبار، نحن في قاعة امتحان. الحياة الدنيا كلها قاعة امتحان، سنخرج منها، نخرج من قاعة الامتحان ونرى أو نسمع نتائجنا وحصيلتنا وتنقيطنا. هذا شعور ضروري يكون حاضر، لأنه الحقيقة، الحقيقة الساطعة القاطعة التي حتى غير المؤمن لا يستطيع أن يجادل في أنه أمامه حتى الآن، ليس بإمكان أحد أن يتخلص من هذه الحقيقة الكبرى، هي أننا في فترة وجيزة سرعان ما تنقضي وسرعان ما تنطفئ وسرعان ما تطوى صفحاتنا. هذا أريد أن أقول منه أو عنه، إنه ينبغي أن يجعلنا نشعر دائما بالقلق، القلق الإيجابي، القلق الفعال الذي يجعلنا نسابق الزمن ونسابق هذه اللحظات ونسابق هذه الساعات وهذه الأيام، يعني كما نسابق في الامتحان حتى سيضرب الجرس، سيفعل، سيغلق الباب، سيقال كذا، هكذا. إذن نحن أمام فرصة، أمام ابتلاء، أمام حياة كيف ما كانت هي قصيرة، هي يعني في النهاية سنراها في النهاية أنها كانت كعشية أو ضحاها، ونحن مكلفون ومبتلون. ماذا سنحصل وبأي شيء سنخرج وماذا سنضع في موازيننا؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه يعني إما لم يضع فيها شيئاً أو لم يضع فيها أشياء تثقلها وتجعلها من النوع الأول، فهذا فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. إذا كان عندنا هذا الشعور يلازمنا، ننام عليه ونستيقظ عليه، أننا في سباق في هذه الفترة، في هذه المدة التي مما يزيد من قلقنا فيها أننا لا ندري، لأنه حتى لو كان قد صرح لنا بأن أجلك 50 و40 و60 وكذا، على الأقل الإنسان سيتصرف، يقول في هذا ويقدر ويقول بقي لي منها مرة نصفها ومرة كذا. لا، إحنا الآن لا ندري حتى، هي هذا مما ينبغي أن يزيد قلقنا، القلق مش القلق المرضي، القلق الإيجابي، القلق الفعال، القلق اللي معناه اليقظة والانتباه، وإنسان ألا يضيع فرصة ولا يضيع وقتا ولا يضيع عمرا، هذا هو القلق الذي لا بد منه. القلق من قبيل كما قال الله تعالى في الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا هو نحن راجعون
ولا ندري متى راجعون، فكيف الرجوع وكيف القدوم على الله تعالى، وماذا فعلنا وماذا سيفوتنا ومتى تأتي تلك اللحظة إلى آخره. هي لو كانت معلومة ومضمونة لفترة معينة فهي في النهاية قصيرة فعلا. فهذا هو اللي يخلينا إذا كان هذا الشعور ينتابنا ويعيش معنا أيا كانت هذه الواجبات، إن شاء الله سنكون بخير في قضائها، لأن هذا هو المحرك، هو تثقيل الميزان واغتنام الفرص ومسابقة الزمن والشعور بالمسؤولية في كل لحظة وفي كل ساعة منحت لنا. ومن ذلك نعود إلى موضوعنا، احنا أمامنا جبهات وأعمال وواجبات وفروض عين وفروض كفاية، ومن أهم ما نسعد بالانتساب إليه والانخراط في سلكه خدمة الدين والجهاد في سبيله والدعوة إليه ونصرته ونشره وتثبيته بقدر المستطاع، وهو العمل الذي يجمعنا في هذا المكان، وهو العمل الذي لأجله كان هذا المكان وأعد هذا المكان، ولأجله نتآلف ودعينا فأجبنا جميعنا. نحن نعرف كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب أول ما خوطب بأوامر نعرفها، أوامر عديدة جاءت في الآيات الأولى وفي الصور الأولى وليس فقط المكية، الأولى من المكي، ومنها قول الله تعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ونزل في سورة أخرى: يا أيها المزمل قم الليل. ففي أول البعثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامين أسميهما قيام الليل وقيام النهار. قيام الليل اشتهر عند المسلمين وكثر الثناء عليه والتنويه به وبأهله، وهذا كله صحيح لا غبار عليه، ولكننا أيضا أو قلما ننتبه إلى أنه كما قيل له ولنا من بعده ومن خلاله قم الليل، قيل له وقيل لنا من بعده ومن خلاله قم فأنذر. فقم فأنذر هذا هو قيام النهار. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده ومن خلاله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قم الليل ثم قم النهار، قم الليل ثم قم فأنذر، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كما نعرف هي سورة الشرح، وجدير بنا أن نستحضرها كلها لأنها يعني قد تكتب في سطر أو سطرين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طبعا كثير من العلماء يذكرون أنه ما من فضيلة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأعطي أتباعه نصيبا منها. ألم نشرح لك صدرك؟ نعم، نحن أيضا شرحت صدورنا والحمد لله، نحمد الله على هذا، ومن شرح صدورنا أننا نحمد الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ها هو قد شرح صدورنا أيضا. ألم نشرح لك صدرك؟ نحن أيضا كل من هدي إلى الإسلام فقد شرح صدره، إذن فنحن أيضا داخلون
بالتبع في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وكذلك في قوله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، من آثام وآثار وأغلال، كل هذا وضع عنا بفضل الله وغفرانه ورحمته، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إلى أن يصل إلى المطلوب. هذه كلها مقدمات. ما المطلوب بعد هذه المقدمات؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الآية عجيبة ومحيرة، عجيبة ومحيرة، ولذلك أيضا تعددت فيها أقوال المفسرين. فإذا فرغت من ماذا؟ وانصب في ماذا؟ احنا الآن يسهل أن نقول لبعضنا إذا فرغت من وظيفتك فارغب إلى ربك، إذا أغلقت دكانك فارغب إلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يظل في دنياه، فأين كان يظل حتى يقال له إذا فرغت فانصب؟ ولذلك أعجبني دائما ما يذهب إليه عادة، أبحث عما رجحه الطبري إمام المفسرين، هو قال ما لنا نتكلف، لأن المفسرين يقولون فإذا فرغت، بعضهم قال فإذا فرغت في من دنياك فانصب في عبادة ربك، وهذا يرد عليه كيف هو، هل هو ظل في دنياه مثلنا مثلا؟ هذا قد ينطبق علينا. قيل فإذا فرغت من عدوك فانصب إلى ربك، وإذا ولما كان في عدوه هل كان في شيء غير أنه نصب لربه؟ فاحتاروا. قال الطبري، هو دائما عنده هذا المنهج، إذا كان نص عام يقول خليه على عمومه، لماذا نبحث إذا فرغت من شيء معين؟ لا، الآية تقول إذا فرغت من شيء فانتقل إلى غيره، باختصار هذا هو معنى الآية، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من شيء فانصب في غيره وارغب إلى ربك فيه، ودلائل في أنك كنت ترغب في العمل الذي قبله، لا تنافي. هذه الآية العجيبة المحيرة المدهشة هي في النهاية معناها هو كما كنت أقول في البداية، الإنسان عنده قلق العمل والتحصيل، هو هذا الذي تزرعه هذه الآية وتأمر به، إذا فرغت من شيء فابدأ في غيره، إذا فرغت من شيء فاشرع في غيره. تقول لي وقتاش ارتاح ياك؟ المغاربة كيقولوا كارتاحوا من عمل بعمل، تهدرها صحيح، معروف إنسان يستريح من عمل بعمل، لأن حتى ما يسمى بالراحة حتى هي متعبة، حتى هي مملة. الذي لا يمل هو الانتقال من عمل إلى عمل، وإذا كان عمل متعب جسديا هناك عمل غير متعب جسديا، ممكن أن تستريح جسديا، لا لك ما تعمل، تقرأ قرآنا هذا غير متعب، تستمع إليه حتى إذا كان في شيء من التعب في القراءة تستمع، تذكر الله، مجلس، نحن الآن مجالسنا، نحن الآن كثير من أعمالنا عبارة عن، حتى اصطلحنا على تسميتها بالجلسات، والجلوس هو الراحة، يعني هو الراحة، وكيصبح راحة أكثر لما كيكون فيه مذاكرة ممتعة مفيدة. إذن شنو؟ هل هذا شيء متعب ولا مرهق؟ فالمهم أنه أمام هذا الابتلاء وهذه الأعمار وهذه الفترات القصيرة، هذا هو السلوك الناجح، وأنك إذا فرغت من شيء فانصب في غيره، إذا فرغت من عمل فانتقل إلى غيره. طبعا كلنا نحتاج إلى أن ننام، ولكن ما سوى ذلك كله من عمل إلى عمل، وهذا أفضل، هو الحل الحقيقي، ما يكونش عندنا نفسية أنه الإنسان وهو يقظان وفي نهاره أو حتى في ليله
ويبحث عن راحة لا عمل فيها البتة. إذا كان إذا أصبحنا هكذا تتسع أمامنا الأوقات، ويستطيع الإنسان أن ينجز الشيء الكثير والأعمال الكثيرة والمتنوعة، لأنه لا يكاد يضيع شيئا. حتى كان بعض كما يحكى عن بعض العلماء ممن كان يكثر زوارهم وتلاميذهم، وكان دائما يبحث على عمل يقوم به أثناء زيارة زواره، فيهيئ أقلامه أو محبرته أو يطوي أوراقه أو يقطعها وهو يتحدث، يعني هذا هو. فإذا عرفنا هذا أمكننا على الأقل أن نحسن تدبير أوقاتنا، أن نستغلها إلى أقصى حد ممكن. أنا دائما في مجال آخر، في مجال الأصول والمقاصد وكذا، أستشهد وأقف بنفسي عند قول أورده الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط، في بعض الأحاديث النبوية، قال عن هذا الحديث سماه فقه الفقه، فقه الفقه، قال: ومن فقه الفقه قولهم أو قول العلماء في حديث ميمونة هل في الشاة التي ماتت دون زكاة، قال: هلا أخذتم إهابها فذبغتموه. قال الزركشي: قال العلماء، من فقه الفقه قول العلماء إن هذا الحديث يدل على أن المسلم يحرص ألا يضيع منه شيء مهما قل ومهما كان، في حتى إذا كان مختلطا بشيء قذر يستخرجه وينتفع به. هذه الشاة ماتت وأصبحت جيفة وقذرة، لكن إهابها يصلح، ويصلح بالدباغ فيطهر. فقال: هذا ينتزع لا يترك. ثم قال: ومنها من فقههم في هذا الحديث، أو مما يشير إليه هذا الحديث بدرجة أعلى أيضا، أن الإنسان حتى إذا كان في خلائه يشتغل عقله وقلبه، وله أن يذكر الله وفي قلبه فقط، لا يذكر بلسانه، لأن القلب لا يتأثر بالمكان أينما كان الإنسان، حتى إذا رمي في البحر أو في مزبلة أو في كذا، قلبه عند الله تعالى. فقال: لا يضيع الإنسان لحظة لذكر أو تذكير. هذا هو الفقه البعيد، فقه الفقه، تعرف مغزى، تعرف المنهج الذي تضعه مثل هذه الأحاديث. لا تضيع شيئا، لا تضيع دقيقة. إحنا كنعرفوا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. اسمع، شوف هذا تهويل، تهويل شيء هائل، يعني تعظيم وتفخيم. حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، حديث آخر: تملأان ما بين السماء والأرض. شنو هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه كم تتطلب؟ إذا كان عندك ثانية قل هذه، إذا عندك ثواني كثيرة كم تقول منها ومن غيرها، وكم تدعو وتكتب وتقرأ وإلى آخره. فلا نستهين بهذه الفراغات لأنها كثيرة في حياتنا، هذه غير ساعة، هذه غير ربع ساعة، هذه كذا كذا، لا، كل حاجة حاول تخلق لها عملها. هذا كله باش يعني كما قلنا نخرجوا من قاعة الامتحان بشي حصيلة مشرفة، أو على الأقل لا بأس بها، يكون عندنا الإحساس بالزمن بقيمته وبسرعة تبخره، ماشي انقضائه، الزمن يتبخر. الإمام فخر الدين الرازي في تفسير سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: الزمن
مثله كمثالي إلى تذكرت مزيان كيف مثل وشرح إنسان يبيع الثلج في السوق. جميع الناس ما زربانينش، اللي كيبيع ماشية واللي كيبيع خضرة واللي كيبيع ملابس ما زربانينش، كيتسنى وكيتأنى. لكن اللي كيبيع الثلج، ها الشمس طلعت، ها المشكلة بدأت، كيبدا داك الشيء يدوب، ها اشتدت الحرارة، خصو يبيع في أقرب وقت ممكن. فهاد الثلج هو الزمن، راه الزمن غادي، أي حاجة يمكن لك تحبسها وتخسرها وتسد عليها وتحافظ عليها، الأموال، الذهب، الكتب، الصحة، الجسم، كذا، كل شيء الزمن يتبخر. وكان ذكر واحد الصديق يعني ممن أوتوا هذا الإحساس بالزمن، يعني نكون في الاجتماع ولا يسير هو الدكتور فتحي ملكاوي لمن يعرفه، وأحياناً يكون يترأس ندوة أو كذا، ولما كيعطي الكلمة لشي واحد كيقول له عندك 20 دقيقة، 1200 ثانية، 20 دقيقة هي 1200 ثانية، لك أن تقول ما تشاء في 1200 ثانية، ولتعلم أنه في الثانية الواحدة يمكن تقول فكرة، وفي ثانيتين، فإذا شوف شحال عندك. لأن كثير من الناس لما كتقول له الوقت انتهى كيقول لك باقي ما دخلت أنا في الموضوع، هذا خصو يمشي بحاله يمشي يتعالج، باقي ما دخل في الموضوع. 20 دقيقة نشكر السادة وإلى آخره، التنويهات والشكر والتمهيدات والمقدمات إلى آخره، الإحساس بالزمن. فإذا نحن كما كان يقول حسن البنا رحمه الله، الواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات فعلا. هذا الإحساس كذلك يكون عندنا، معناه أننا نسابق لتمرير وإنجاز أكثر ما يمكن. وإحنا الآن حتى أقترب، ثم أفتح المجال للإخوة، نحن الآن في المغرب خاصة يعني فعلا انفتحت أمام الدعاة والمصلحين والعاملين أبواب وتيسيرات لم تكن من قبل، هذا تعرفونه. يعني هذا الشيء ماشي بين جيل وجيل، لا، في احنا أنفسنا عشنا هذا عشنا هذا عشنا هذا. فإذا هذه كذلك هذه نعمة تثقل مسؤوليتنا أكثر، وربما تشدد حسابنا أكثر عند الله. ماذا نستطيع اليوم؟ نستطيع أن نفعل الكثير مما كنا لا نستطيع أن نفعله اليوم، صار بإمكاننا ما كنا نفعله في أضيق من هذا أن نفعله في الساحات وفي المسارح وفي القاعات الكبرى وفي الحدائق. هذا شيء لا بد، لأنه النعمة بالشكر تقر وبالجحود تفر. النعمة بالشكر تقر، يعني تستقر وتبقى، وهذا الإشارة هنا في هذه الحكمة إلى الآية، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنها بالجحود والإهمال وعدم استغلالها واغتنامها تفر وتذهب وتنقلب. واللي قلب هذا الانقلاب هذا يقلب غيره. فاحنا الآن في انقلاب حسن، انقلبت الأمور إلى ما هو أحسن على كل حال، سواء كنا في حسن فنحن في أحسن، أو كيفما كنا فنحن الآن في وضع أحسن. والوضع الأحسن يقتضي أن نغتنمه ونضاعف جهودنا فيه ونضاعف بذلنا فيه، وندفع ببلدنا، بأنفسنا، بموازيننا، بصفحاتنا عند الله تعالى، كل هذا ندفع به ما أمكن إلى الأمام. والبقية تعرفونها، ماذا أقصد وماذا عندنا وإلى آخره، ولكن مع ذلك سيبقى المجال
التطرق إلى بعض الأمور، لأن ربما ما يعنيكم هذا أكثر من هذا وكذا. للنقاش وللأسئلة أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله أستاذنا أخنا الدكتور أحمد الريسوني على هذه المداخلة، فدون أن أطيل عليكم نستفد من توجيه ديالو، نفتح مباشرة المجال للحضور الكريم للمداخلات. يمكن أن تكون المداخلين في صلب الموضوع، كما يمكن نستفيد من حضور مع الحضور ديال السي أحمد معنا هنا اللي فتح مواضيع أخرى اللي عنده به ارتباط ممكن أن يدلوها بدلوي، خاصة أن الفرص معه ما كتحش بشكل كثير. فالمداخلات نعطي بأرقام مش الأسماء.